نحتفل بالمناسبة مولود جديد حسن حسين حارس مرمى الراسينج مع لاسينا سورو. شوفوا من الخطأ جول 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 لمصلحة الراسينج، هدف لمصلحة الراسينج بهالوقت بشكل سريع. بول رستم عم بسجل لمصلحة فريق الراسينج بعد خطأ من لاري مهنا، وبالطبع تحت أنظاره لتيو بوكير. لاسينا سورو بسدد وما بيقدر انه يقطع الكرة بالشكل المطلوب لاري مهنا. الدقيقة 79، إذا بول رستم البديل عم بسجل الهدف الثاني لمصلحة الراسينج لتصبح النتيجة هي تقدم الأنصار بثلاث أهداف مقابل هدفين، مع دخول علي ناصر الدين العائد إلى تشكيلة الأنصار بعد الإصابة، وعم يخرج بهالوقت محمد عطوي. عم بنفس الوقت مش بكل الحالات عم نشاهد بالإعادة الهدف الراسنجاوي